السلام عليكم، مرحبا بكم على قناة أم الإسلام. اليوم جيتكم فيديو جديد ووصفة جديدة تحت طلب أحد المشتركات، واللي هي موسكوتشو أو كيك بذوق البرتقال أو عصير البرتقال. إذا كنت أول مرة تزوري القناة نتمنى أنك تشتركي وتفعلي الجرس، واللي يعجبها الفيديو جمل الفيديو. هيا ننتقل إلى مقادير الوصفة وطريقة تحضيرها. نحتاج كاس عصير برتقال. هنا كي عصرت البرتقال درت ماء من حبيبات، يعني حبيبات حوالي زوج حبات كبار تاع برتقال. عندي كاس تاع سكر، نص كاس زيت، ثلاث بيضات. اذا كان البيض تاع كبير تقدري تستعملي غير زوج حبات بيض. زوج كيسان فرينه. بالنسبه للفرينه راح نخلط ونشوف على حسب النوعية تاع الفرينه، تقدري تحتاجي اقل من زوج كيسان او اكثر من زوج كيسان. كيس تاع سكر فانيلا، خميرة الحلويات كيس ونص، يعني شكارة ونص تاع خميرة الحلويات. نبدأ بسم الله. ثلاث بيضات ورشة الملح اللي ما نستغناش عليها والسكر، ونديرو كيس سكر فانيلا. راح نخلط كلش بالمضرب الكهربائي. بعد ما طلعت البيض والسكر راح نكمل نخلط، وفي نفس الوقت نضيف نص كاس تاع الزيت. دركا راح نكمل نضيف الفرينه وعصير البرتقال. بعد ما كملت درت عصير البرتقال والفرينه اللي ندخلوا للفرن، درت له الزبده ورشيته بالفرينه كما راكم تشوفوا. بالنسبه للقياس راكم تشوفوا فيها رقم 22، كي تروحوا تشريو تلقاوها 22. راح نفرغ فيه الخليط. بسم الله. نحطوها في الفرن. الفرن يكون سخون من قبل، يعني مسخنينه من قبل على درجه حراره متوسطه. كما دائما نقول لكم كل وحده والفرن تاعها كيفاه متعوده تطيب فيه. من بعد نشوفوها واجده. هاوليك الكيك تاعي في شكله النهائي، راح نقول لكم كيفاش جات خفيفه وهشيشه. هايليك خفيفه هايله. هذه هي الوصفه تاع اليوم. نتمنى الفيديو تاع اليوم يكون نال اعجابكم والوصفه تاع اليوم تكون عجبتكم. ان شاء الله تجربوها وتنجحوا فيها. تعليقاتكم وارائكم في التعليقات، والى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله.